مرة تانية بنصبح عليكم. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في فرص لسقوط أمطار إنما خفيفة، وهتكون على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة رامية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، واللي يعتبر كمان درجات الحراره خلال فتره النهار حول المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام، لانه متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون اليوم 23 درجه مئويه، بنتاثر بالكتل الهوائيه اللي معظمها قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالاضافه كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم خاصة في المحافظات الشمالية، وإحساسي بالطقس خلال فترة النهار إن هو طقس دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، طقس مائل للحرارة لأن قيم درجات الحرارة في المناطق الساحلية طبعا بتكون أقل من القاهرة، طقس مائل للحرارة أو مائل للدفء، بعتذر، مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أحر في المناطق الجنوبية فبيكون مائل للحرارة في جنوب الصعيد، ده بيكون خلال فترات النهار. كمان خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون ملموس أكتر ومحسوس فترة الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبرودة أكتر من المناطق الداخلية، وبيكون فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز في القاهرة الكبرى 10 درجات، بيتجاوز 15 درجة مئوية في بعض محافظات الصعيد. لازم ناخد بالنا بشكل كبير لأن احنا عندنا فترة النهار فيها دفء، فترات الليل فيها برودة، ويمكن ممكن تكون برودة جديدة في بعض الأماكن. كنت لسه هسألك، هل في محاذير الناس تاخد بالها منها، خصوصا ان الجو يعني شوية بيكون دافي الصبح وبالليل بيبقى برد قوي، الصبح بدر بيبقى برد قوي برضو، فايه المحاذير اللي احنا ممكن نخلي الناس تاخد بالها منها؟ هو مهم جدا في الفترة دي من السنة لأنها تعتبر فترة انتقالية ما بين فصل الشتاء وفصل الربيع، وبيحصل فيها اختلاف في قيم درجات الحرارة بشكل كبير من يوم للتاني، عدم تخفيف الملابس. المحاذير دلوقتي عدم الاستغناء عن الملابس الشتوية، استمرار ارتداء الملابس الشتوية، بلاش الملابس الصيفية دلوقتي تماما. احنا فترات النهار بنحس بالدفء لكن عندنا فترات الليل بنحس بالبرودة الشديدة، وتغيير درجة الحرارة بين الليل والنهار ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فلازم ناخد بالنا بقدر الامكان من نوعية الملابس على مدار الايام اللي جاية، وما نخففش الملابس يمكن مش حتى انتهاء فصل الشتاء، يمكن بعد شهر 3 ما ينتهي او كمان في منتصف شهر 4، لازم ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير. كمان اليوم طبعا في فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، هي أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم ومحافظة دون الأخرى، مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الاستقرار في الأحوال الجوية وقيم درجات الحرارة حول المعدلات مكمل معانا لحد يوم الحد اللي جاي إن شاء الله، مفيش أي تغيير كبير في الحالة الجوية، لكن مع يوم الاثنين والمتوقع فلكيا طبعا بداية رسمية لشهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، هتبدأ ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة، فهنبدأ يوم الاثنين بعظمى على القاهرة الكبرى 24 إلى 25 درجة مئوية، ملحوظ أكثر الارتفاع الثلاث والأربع الجايين، كتل هوائية صحراوية هتأثر علينا، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فبنأكد تاني ناخد بالنا بالفترة اللي جاية من الاختلاف في قيم درجات الحرارة ما بين اليوم والتاني. مهم كمان الشبورة المائية، هي الظاهرة الجوية المؤثرة معانا خلال الأيام اللي جاية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، وأيضا بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. مهم جدا في فترة تكون الشبورة المائية تكون القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور، وطبعا نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية. طيب طمنينا على حالة البحرين، وهل ممكن يبقى في أعمال في البحرين المتوسط والأحمر، وكمان نسبة الرطوبة النهاردة؟
هو طبعا في اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية. يمكن الجو اليوم هيساعد بشكل كبير ان احنا نستمتع بالاجواء، وايضا في اعتدال في سرعات الرياح على البحرين الاحمر والمتوسط، فبالتالي البحرين مؤهلين لاعمال الصيد والملاحة البحرية. ارتفاع امواج لا يتجاوز الاثنين متر على البحر الاحمر والبحر المتوسط. كمان نسب الرطوبة خلال هذه الأيام مش مرتفعة بالشكل الكبير، الجو مستقر لسه في الأجواء الشتوية، يمكن لا تتجاوز 75% في المحافظات الشمالية اللي هي السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري. وطبعا المناطق الجنوبية بتكون أقل في نسب الرطوبة، ده فترات الليل. فترات النهار صغرى الرطوبة بتكون لا تتجاوز 35، أو حتى كمان في بعض الأماكن من القاهرة الكبرى بتكون 25% فترة النهار. المناطق يعني الجنوبية بتكون أقل كمان من القيم دي، فنسب الرطوبة مش محسوسة تماما في الجو. يمكن ده بيساعد كمان إن احنا ما نحسش بأي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وخاصة اللي هتكون موجودة معانا خلال الأسبوع اللي جاي بإذن الله. في الأجواء الدافية بالنهار وبالليل بتبقى برد، إيه أكتر أماكن نحب نروحها ويبقى الجو فيها لطيف؟ هو احنا يمكن اليوم وغدا ويمكن لحد يوم الحد اللي جاي اغلب مناطق الجمهوريه، وخاصه المناطق بقى الساحليه، الاجواء فيها اجواء ممتعه جدا، نقدر نستمتع فيها بالاجواء لان ما فيهاش ارتفاعات بشكل كبير، وحتى لو في انخفاضات في قيم درجات الحراره نقدر نسيطر عليه ان احنا نرتدي الملابس الشتويه. عندنا كمان المناطق الساحليه المطله على البحر الاحمر فتره النهار وفتره الليل قيم درجات الحراره فيها يعني نقدر نقول مناسبه بشكل كبير، يعني البروده ما عندهمش بروده شديده فترات الليل، فنقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير في شرم الشيخ والغردقه المناطق المطله على البحر الاحمر ككل. يمكن اغلب محافظات الجمهوريه نقدر النهارده نستمتع بالاجواء ونخرج، لان الاحوال الجويه مستقره واجواء هي اجواء شتويه دافيه، وممكن نشبهها بالاجواء الربيعيه المعتدله تماما فتره النهار وفترات الليل. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 23 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 24 14، واسكندريه 20 12، العلمين الجديده 19 12، ومطروح 20 12، دمياط 22 13، بورسعيد 21 14، الاسماعيليه 23 13، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 13، العريش 22 12، كاترين 19 4، وطابه 23 14، حلايب 25 20، شلاتين 28 19، شرم الشيخ 26 17، والغردقه 26 14. نروح للفيوم، عظمى فيها 23 والصغرى 12، بني سويف 23 12، الوادي الجديد 27 14، واسيوط 24 9، سوهاج 27 13، قنا 28 13، الاقصر 28 15، واخيرا اسوان العظمى فيها 29 والصغرى 16. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. وعلى طول هنروح مره ثانيه لمنى ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا لك يا لميا.